بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتقول: أحيانا بنتصارع على الدنيا ونتقاتل على الدنيا، والدنيا ما تسويش حاجة، الدنيا سراب، وما نعيش مع بعض في الدنيا، ونشوف الدنيا كبيرة قوي ونتقاتل عليها وهي سراب ووهم. قصة النهاردة قصة عن المسيح عليه السلام، سيدنا عيسى. المسيح عليه السلام ماشي ومعاه بصحبته رجل من الناس اللي ساعات بيبقوا أتباعه، يعني مش قريب منه قوي بس ماشي معاه، ومعهم ثلاث رغفة عيش. وهم ماشيين حب سيدنا عيسى ياكل، فقال له يلا حضر لنا ناكل الثلاث رغفة. فبص سيدنا عيسى لقاهم رغفين. سيدنا عيسى قال له: أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما كان إلا اثنين، هم اثنين بس. يا عم كانوا ثلاثة، فين الرغيف الثالث؟ فسكت سيدنا عيسى وفضل ماشي معاه. مروا على واحد كفيف لا يرى، فسيدنا عيسى انتوا عارفين بإذن من الله يمسح على الأعمى فيرى، فسيدنا عيسى مسح على عينيه ودعا الله له فالراجل أبصر. فالراجل مع سيدنا عيسى قال: سبحان الله. فقام سيدنا عيسى قايل له: بحق من شفى هذا الكفيف، أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما كان إلا اثنين، هم اثنين بس. فسكت سيدنا عيسى وكمل معاه تاني. فمروا على راجل قعيد مش قادر يتحرك وما بيقومش من على الأرض، فدعاله سيدنا عيسى ومسح عليه. المسيح يمسح على الناس، فمسح عليه، فالراجل بدأ يتحرك. فالراجل اللي مع سيدنا عيسى قال له: سبحان الله، إيه ده؟ فقام سيدنا عيسى قال له للمرة التانية: بحق من شفى هذا القعيد، أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما كان إلا اثنين. فمشي معاه سيدنا عيسى، سكت سيدنا عيسى ومشي معاه شويه. فمر على ثلاث اكوام رمل، فوقف سيدنا عيسى كده قدام الثلاث اكوام ودعا الله وفضل يدعي ومسح عليهم، فتحولوا الى ثلاث اكوام ذهب. فالراجل بص للثلاث اكوام الذهب وقال: لمن الاكوام الثلاثه دول؟ فسيدنا عيسى قام قايل له: الاولى لي، والثانيه لك، والثالثه لمن اكل الرغيف الثالث. فقال: أنا الذي أكلت الرغيف الثالث. فسيدنا عيسى نظر إليه وقال: الثلاثة لك. وسابه سيدنا عيسى ومشي. واقف بقى قدام الثلاث اكوام ذهب وهيجنن بقى. وهو كده عدى ثلاث فرسان على الخيول بتاعتهم، شافوا ثلاث اكوام ذهب، قاموا نازلين بسرعة وقتلين الراجل واخدين الثلاث اكوام ذهب. وبعد ما خدوا الثلاث اكوام ذهب قالوا الواحد فيهم: ما تحضر لنا الأكل. فاللي رايح يحضر الاكل ايه قال لنفسه: ليه ما اخدش انا الثلاث اكوام ذهب؟ فقام حاطط سم في الاكل. بينما الاثنين التانيين قالوا: ما بدل الثلاث اكوام الذهب ما تتقسم على ثلاثه، ما نقتله هو ونقسم الثلاثه علينا احنا الاثنين. فرجع الراجل بالاكل، قاموا قاتلينه، اكلوا الاكل ماتوا. فمر سيدنا عيسى فلقى الاربعه ميتين والذهب زي ما هو. فنظر للحواريين وقال لهم: هكذا تفعل الدنيا بمن تقاتل عليها ولم يرضى أن يعيش سويا عليها. التعايش وعدم الاقتتال على الدنيا قصة معبرة جدا من سيدنا عيسى، بسمة أمل للي يفهم حقيقة الحياة، وهم وسراب وبتخلص بسرعة، والحل نعيش مع بعض فيها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.